حياكم الله واهلا وسهلا بكم، عدنا اليكم من جديد. معنا فراس على الخط. السلام عليكم سيد فراس. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الله يعطيك العافيه استاذ احمد. الله يعافي قلبك. تحياتنا لضيفكم الكريم. الله يعزك. سؤالي استاذ احمد، انا اخي معه كملك اسطنبول وعنده اذن عمل، وزوجته دخلت الاراضي التركيه عن طريق فيزا من المطار. فهل بحق له يستخرج لها كملك اسطنبول، ولا هي مجبره فقط على موضوع الاقامه؟ لانه الاقامه عم نسمع انه موضوع التجديد. قد صار لها داخله؟ صار لها تقريبا حوالي 10 ايام. قديش مده الفيزا اللي اعطوا اياها؟ مده الفيزا 15 يوم. تمام. يعني ما 5 ايام لتاخذ موعد. تمام بالضبط. طيب انا بدك مني نصيحه؟ تفضل. انصحك طلع التمام. أنا قدمنا على الموعد أستاذ، بس نحن موضوع أنه الإقامة ربما يصير مستقبلا ما فيها تجديد، رغم أنه نطلع لها كملك، فهل هذا الشيء ممكن؟ أنا عم بنصح الإقامة على النظام القديم. هلا النظام الجديد ما بعرف والله بصراحة، بدك تسمع من الأستاذ. هلا بالنسبة للسوريين استثنوه من هذا النظام، هي أول شغلة. النقطة الثانية هي بالنسبة إلى يعني نحن حسب قانون الحماية المؤقتة، أي حدا دخل بفيزا، هو دخل بفيزا ما بيعطوه كملك، يعني بس بيشوفوا جواز سفر دغري، بيشوفوا عليه الفيزا بيقولوا أنت روح استخرجي إقامة، ما فيك تفوتي على نظام الحماية المؤقتة. نعم. كيف أخي الكريم؟ فهي حتى عم تقول انت اخوك عنده اذن عمل، فاذا اخوك عنده اذن عمل يعني هي لاحقا، يعني هلا بتطلع مثلا اقامه سياحيه لمده سنه، واذا اخوك استمر بعمله ممكن تطلع اقامه عائليه على اخوك. تمام. هو معه كملك استاذ، بس بغض النظر هو عنده اذن عمل، ممكن تاخذ على اذن العمل تبعه اقامه عائليه. هلا احنا الصوره غير واضحه، بس السوري مستثنى يعني انت على هذا الموضوع، وكملك ما بيطلع. انه الصوره غير واضحه استاذ. تمام. بس الان الاستثناءات هي عباره عن تصريحات، لكن ما في شيء. هلا ان شاء الله السوري مستثنى، يعني هي اكثر من تصريح، يعني اكيد المسؤولين لما صرحوا بهذا التصريح انه ما عم يحكوا عن عباس، بس بالنسبه له ما بيطلع لك كملك. يعني كونه داخل من معبر عن طريق الفيزا عن طريق المطار، هي فيزا حتى مو يعني انه اخذت فيزا، عرفت كيف؟ نعم. هلا احنا اذا حتى بيلاحظ الاخ انه قبل فتره وقفوا منح الكملك لاي شخص داخل بشكل نظامي او عن طريق بلد ثالث كان. نعم. فهذا الموضوع هي ما بيطلع لك كملك هلا بالوقت الحالي. نعم مفهوم. شكرا جزيلا. هيا الله سيد فراس، اهلا وسهلا، شرفتنا.